ما أن يدخل الصيف حتى ترتفع هذه الغيوم إلى قمم جبال السروات، حاملة معها أهل الأرض التي هجروها بحثاً عن الرزق والعلم. تبتسم الأرض لأهلها العائدين صيفاً، وتكتسي المروج حياة بعد سبات طويل. منطقة الباحة واحدة من مناطق الجنوب التي يكثر توزع أبنائها في مدن البلاد، تفرقهم الوظائف والجامعات، ويجمعهم الصيف في موعد سنوي. يلتفون حول بعضهم محتفلين باللقاء المنتظر، منظمين لقاءات تملأها أحاديث الأخبار واللعب والذكريات. هي تكاد في المصايف تكون ظاهرة، فيهاجر الأهل والرجال والشباب اللي مواصلة دراساتهم، ولا سيما قبل افتتاح الجامعات، في إلى المدن لمواصلة دراساتهم وتجاراتهم، ثم يعودون في فترة الصيف، ومعهم كثير من المصطافين ممن يدرك أهمية هذه المنطقة والجو الذي لعلكم أدركتم كثيرا منه. ويرى أهل هذه القرى أن الصيف فرصة لتعريف الأجيال الجديدة بأرضهم وموروثاتهم وتفاصيل عاداتهم وتقاليدهم، ويحرص الآباء على جمع الأطفال والشبان حول كبار السن للتعرف على الأراضي الزراعية أو ما يعرف بالركيبة، وتعني في اللهجة المحلية المدرجات الزراعية. بحكم أني ساكن خارج أو مقيم خارج مدينة الباحة، فيعني نادرا ما نجي يعني في الصيف، في الصيف هي موسمية، فيعني الوالد يعلمني هذه قرية وهذه قرية اسمها، أحيانا بعض الجيران. التجمعات الصيفية ليست لمجرد الاجتماع بعد الغياب، بل تعريف أبناء العائلة الواحدة ببعضها، إذ يكبرون وهم بعيدون عن بعضهم البعض. التعارف، برض الأولاد بعضهم يعني ما شاء الله تبارك الله في مدن رئيسية، ولكنهم الأولاد ما يعرفوا بعض، فلما أنت تجيبهم وتجمعهم في مخيم زي هذا ويعيشوا مع بعض في بيئة واحدة، صار فيه ترابط قوي جدا. تغيب الشمس ويرحل معها الصيف، وتدخل هذه المروج والجبال سباتها الشتوي الذي يمتد 10 أشهر، حتى يعود أهل الأرض إلى أرضهم في فصل الصيف المقبل.